السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لعبة حلوة أوي كنت بحب ألعبها على الويندوز اسمها مانس سويبر أو كاسحة الألغام، هنحاول نلعبها دلوقتي على الأوتوكاد. طيب هدخل هنا على الموقع اهوت مانس سويبر، هحملها هدوس هنا هتحمل معايا اهو. بعد كده هاجي هنا في الأوتوكاد وأقول له اي بي بي لود، بعد كده هكتب ماينس ايه. كاسحة الألغام عبارة عن ايه؟ في بعضهم هنا في ألغام وبعضهم مبقاش فيها ألغام، فلما بدوس بيقول بيقول لي مفيش ألغام، لو فيها ألغام هيقول ان انا كده خلاص بح. طيب هنا التلاتة يعني في تلات ألغام ديت، تاني بتخمن انت اماكن الألغام. تمام دي اكيد في هنا لغم، تمام لان هنا ودي اكيد لغم لان رقم اتنين ده مرتبط بالاتنين دول، تمام فدي اكيد مش لغم. هنا مثلا ده هنا اكيد لغم وده اكيد لغم، يبقى الاتنين دول فيهم لغم. تمام طيب الاتنين ديت اتوقع ان ده مش لغم، ده بيقول اربعة في اربعة لغم هنا. تمام طيب الواحد دوت معناه ده ان في هنا لغم بس هنا مفيش لغم، تمام يبقى الأربعة دول أنا واثق كده إن هما ألغام. تمام ده هنا فيه لغم أكيد، تمام الاتنين دول لغم، التلاتة دول لغم، يبقى ده مش لغم ولا ده لغم. ده في واحد اللي احنا واثقين منه اللي هو دوت، يبقى ده مش لغم ولا ده لغم. ده في تلاتة يبقى التلاتة دول ألغام، وده في تلاتة يبقى التلاتة دول ألغام، وهكذا. هي فكرة اللعبة إن أنت بتخمن أماكن الألغام. إيه